طيب نرجع تاني بقى للدواجن ايضا والعلف، ودي نفس الازمه مستمره، انه الافراج عن الاعلاف يعني لا يبدو ان هو بالسرعه الكافيه، وده بيؤدي طبعا لارتفاع اسعار البيض وارتفاع اسعار الدواجن. احنا فاهمين انه نتيجه ازمه الدولار الامور لها اولويات، في اولويات، اولويات للغذاء، اولويات للدواء، اولويات لمواد الانتاج، واكيد الاعلاف من الاولويات. دكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، دكتور ثروت اجتماعكم مع الحكومه النهارده وممثلي البنك المركزي وصلتوا لايه؟ اهلا استاذ انيس، اهلا وسهلا حضرتك. في اجتماع اللجنه اللي هي تدبير احتياجات الخامات من اعلاف الدواجن، واللجنه دي وفقا لاجتماع معالي رئيس الوزراء في 16 اكتوبر واجتماع مجلس النواب في 18 اكتوبر، في الحقيقه ما تم الافراج عنه حسب بيان وزاره الزراعه تجاوز ال 800,000 طن، لكن المشكله طبعا لسه موجوده، ان احتياجاتنا زي ما قلنا قبل كده 900,000 طن في الشهر، يعني احنا بنتكلم من 16 اكتوبر لحد 27 نوفمبر 41 يوم، يعني محتاجين حوالي 1,200,000 طن، ما تم صرفه حوالي 800,000 طن، حوالي 65% من احتياجات الذره و 50% من احتياجات الصويا. للاسف طبعا دي اوجدت الفجوه واوجدت سوق سوداء، سعر الصويا اللي المفروض لا يتجاوز 17,000 جنيه للطن تجاوز النهارده 30,000 جنيه للطن. سعر الذره اللي المفروض لا يتجاوز 8,500 جنيه تجاوز النهارده 10,600 جنيه و 10,700 جنيه. اللجنه النهارده اجتمعت واقترحت بعض المقترحات لرفعها للسيد وزير الزراعه لمتابعه تنفيذ الافراج الفوري وبسرعه عن 700,000 طن ذره صفراء خلال شهر بحد اقصى، و 380,000 طن صويا بصفه عاجله، ان طبعا مع الافراج والحل الجزئي احنا مدام لميس بنتكلم في ماده حيه، فلازم النهارده يكون في افراج. المواني النهارده فيها ايه؟ وده السؤال المهم. المواني النهارده فيها 2,700,000 طن. كميه كبيره جدا، والكميات دي موجوده عشان استهلاك دواجن. مش كميات زائده. دول كام مثلا؟ ال 2 مليون دول يعني يكلفوا كام دكتور؟ وانا سعر الطن الدولار حوالي نتكلم في حوالي 400,000 الألف طن بحوالي 400,000 دولار، والصويا بحوالي 700,000 دولار، فلو ضربناهم ممكن يعرفوا يتكلفوا كام. المهم النهارده ان في مشكله كبيره جدا، طول ما في نقص والافراجات مش بالكميات الكافيه وفي عدم استدامه هتبقى المشكله موجوده والسوق السوداء موجوده، فلازم النهارده يكون في افراج بكميات كافيه ومستدامه. احنا عارفين الوضع والتحدي الدولة والعالم كله موجود فيه، لكن زي ما قلت لسعادتك احنا بنتكلم على مادة حية النهاردة، أرواح، وبنتكلم على غذاء، فلازم النهاردة تكون الكميات تكون كافية ان عشان نقدر على السوق السوداء ومافيا الاستيراد والتجار. مش هيحصل ان احنا حتى بلغنا الأجهزة الرقابية وعندهم يعني كافة المعلومات، لازم يكون الكميات كافية عشان نقدر ننقذ الصناعة ونحافظ على الإنتاج الزيتي. هنا في نقطتين، الصناعة والمواطن أو الصناعة والمنتج، وهما الاثنين مرتبطين ببعض. المنتج، كلمني عن المنتج. طبعا هذا الارتفاع في الأسعار الأعلاف يؤدي لارتفاع في أسعار الفراخ والدواجن والبيض. التكلفة طبعا في ارتباط وثيق كبير جدا النهارده، حوالي 70% من تكلفة طبق البيض وكيلو الدواجن هو 75% منه علف. فكل ارتفاعات في اسعار الذره والصويا والاعلاف بالتالي هيؤدي لارتفاع في اسعار تكلفه الدواجن وطبق البيض. والعكس، كل انخفاض في الاعلاف، لو رجعنا اسعار الاعلاف للاسعار الطبيعيه المفروض 11 12,000 جنيه، نظر العلف للاسف وصل 17 و18,000 جنيه. المربين النهارده خلاص مش هيقدر يكمل الدوره الانتاجيه. الصناعه بقى، كلمني عن الصناعه وازمتها. الصناعه مشكله كبيره جدا النهارده، ان النهارده بدأوا مربين كتير جدا
لعدم التوافق وارتفاع الأسعار بأسعار قياسية، إنه مش هيقدر يكمل الدورة الإنتاجية، واللي عنده دورة بيخلص منها مش هيدخل تاني. وكل الخوف إن صناعة الدواجن زي ما حضرتك عارفة فيها اكتفاء ذاتي، لأن يعني البروتين هو يعتبر 70% من البروتين الحيواني، يعتبر ما زال البروتين الأرخص. والنهارده المربي رغم إنه بيبيع النهارده بأسعار أقل من التكلفة سواء في الدواجن أو في البيض، لكن ما يجيش كمان موضوع الأعلاف يبقى عبء عليه يخليه طيب. يعزف تماما عن الإنتاج.